نشوف مع بعض سبحان الزاوية الله الشرعية. العظيم، النحل ده مخلوق عجيب جدا شوف جدا. الشرعية عامل ازاي. الله سبحانه وتعالى أودع فيه أسرار طبية ان شاء الله ربانية بياض لا مصر. يعلم قدرتها إلا الله. قال في كتابه العزيز: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، شفاء مطلق لجميع الأمراض ولجميع بسم الناس الله الرحمن قدرة الرحيم. الله سبحانه وتعالى جل لا جلاله. طرد نحل لسه وما واصل يخرج من بطن النحلة ليس ولا قاصرا على كمان العسل، إنما مسكنه النحلة تنتج عسل في النحل، الأصلية اللي هي كذلك سم النحلة الذي يعد ترياقا لعلاج أمراض المناعة ويحيي جهاز المناعة بقدرة الله سبحانه وتعالى، وكذلك غذاء الملكات، وكذلك مادة البروبليس وحبوب اللقاح، كل ذلك من منتجات النحل، وكل ذلك فيه شفاء للناس بقدرة الله سبحانه.